بسم الله الرحمن الرحيم. هاد النبتة اللي أمامنا كنسميوها الكحيلة. حنا صغار كيقولوا لها كحيلة الحمير، في مناطق أخرى كيقولوا لها ديك كيسموها خزامة الأطلس، كاين اللي كيسميها زعيطرة الحمير، ولكن حنا هنا مشهورة عندنا بالكحيلة، عندها واحد الرائحة طيبة. يعني إلا خرجتي للطبيعة ولقيتيها موجودة، اجلس في المكان اللي نادى فيها هادي، كتحس بالصدر ديالك وكتحس بواحد الراحة بديك الرائحة الطيبة ديالها. الاستعمالات ديالها كثيرة وتكلمنا عليها في مقاطع سابقة منذ 4 سنوات تكلمنا عليها، وهذه مرة أخرى كنذكروا بها. كتخرج هنا موجودة هنا في الضواحي ديال الدار البيضاء، موجودة بكثرة في بعض الأماكن. ها هي كما كتشوفوا، هذه راه الأجداد ديالنا استعملوها منذ القدم، راه كانوا كيشدوها كيغسلوها وكيقطعوها طريفات ولا كيفرموها وكيديروها مع الخبز. كانوا كيديروها مع الخبز، كتزاد على الخبز. كانوا كيديروها في الحسوة، شربتها في الحساء في الحسوة كنديروها. كنا كنديروها حنا صغار مع الحلزون، مع الببوش اللي هو الحلزون، كتجي واحد العجيبة. كاين اللي كيديرها مع داك كتقولوا ليه الفول والحمص، كيسلقوا داك طيبو هاري كيجي معاه مزيان. كاين اللي كيفرم، هي الاستعمالات ديالها بحال البقدونس، بحال المعدنوس والقرفص. مثلا الا جبتي الخبيز البقولة دير معاه هاد الكحيلة عجيبة. و شي وحدين قال لك بانهم استعملوها وجاب الله الشفاء من هذه البروده ديال الظهر، كيكون عنده الالام في الظهر، سبحان الله جاب عليها الله الشفاء. انتو كما كتشوفوا عندها هاد، باش تعقلوا عليها مزيان، عندها هذه هنا هاد الزهره بنفسجيه، وهي سهله الكسر، يعني لا كسرتيها تكسر بسهوله، كتكسر بسهولة. والأكثرية كتنوض في الأماكن اللي كتكون بعيدة على الناس، كنقولوا حنا بالعروبية كنقولوا من المكرط، يعني واحد المكان اللي فيه تربة والحجارة وبعيد. ها هي في هنا في شهر مارس كتكون موجودة بكثرة. إنك كدار في الخبز، كدار أيضا في الحليب مع هذاك القهوة ديال الحليب، كاين اللي كيشربها بحال هكا كيكب يصب عليها الماء المغلي وينتظر واحد الساعة وكيشربها. استعمالات كثيره. كاين اللي كيديرها في داك الكسكس ديال الاعشاب، كاين واحد الكسكس كيتسمى كسكس الاعشاب، كسكسو كتكون فيه الاعشاب، يعني هذا الكسكس الاعشاب تلقاه غير في المغرب، ولكن مع اليوتيوب والمقاطع ولا مشهور، ونوضوا وحدين اخرين في بلدان اخرى يقول لك كسكس الاعشاب هو راه مغربي، ونوضوا ثاني يقول لك الاصل ديالو منين جا. ها هي الكحيله، قلنا كدار في الخبز، كيديروها في الحساء، كيديروها مع الحلزون، كيديروها مع الفول والحمص، كيديروها مع البقوليات، منهم هذيك الخبيزه قرد هذه وديرها، ما تخافش منها، غسلها وملي تجيبها راك انت عينك ميزان، كتشوف المكان يكون نظيف، المكان اللي كتقطع منه هذه كيكون نظيف، وهي سهله في القطع. انا وريتكم هكا الطرطقه بحال هكا، يعني اندورو كطرطق، ويمكن لك تجففها ويمكن لك تغسلها وكذا وتخزنها في المجمد عند الحاجة. وكاين اللي كيدير لي هذاك الحرشة، كاين واحد الخبز ديال الحرشة كيديرو مع هذه، كيقردوها فرموها مزيان ويكبوا عليها الزيت وكيخليو هذاك الزيت معاها شويه وكيصفيوها وياخذوا داك الزيت وكيديروه مع ديك الحرشة، معروفة منذ القدم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.